خوتي المغاربة صباح الخير عليكم. اليوم 6 مارس 2020، جمعة مباركة. الله يرحم جميع الأموات ديالنا ويشافي المرضى ويطول لهم العمر. هذا الصباح هذا كنت واجد في إنزكان. البارح شفنا واحد الفيديو راه نشرتها على صفحة ديال الفيسبوك جميعا من أجل أكادير، وبينوا واحد المناضل هنايا جا ولقى البلدية مسدودة، البيبان مسدودين والمواطنين ما يمكنش لهم يدخلوا، ما عرفتش علاش. المهم انا جيت هاد الصباح مقر البلديه هو مرايا، غادي نمشي لتما غادي نشوف واش الامور بكاده ولا لا. هذه وحده علاش داك الباب مسدود، وغادي نحاول نطلب باش نتلاقى مع الرئيس. كتعرفوا هنايا الرئيس من حزب العداله والتنميه، الناس ديال العداله والتنميه كيقولوا ولا كيروجوا انني راني ضدهم وضد الحزب وكنخدم اجنده ولا ما نعرف شنو الكذوب. انا ضد المفسدين، يكون من اي حزب كان ويكون موظف ولا يكون كيما بغى يكون، انا ضده. انا ضد كل الناس اللي خونوا لينا الاحلام ديالنا، ديال واحد المغرب زوين، ديال واحد المغرب المستقبل. انا ضد كل واحد كيشفر في هذه البلاد هذه. المهم دابا غادي نمشي لتما وغادي نشوف السي أدراق اللي هو الرئيس هنايا ونائب برلماني عن حزب العداله والتنميه. تلاقيت معاه واحد جوج مرات، وحسب الاصداء ديال الساكنه ولا الناس هنا هو سيد الله يعمرها دار، غير واش غيبغي يدوي معايا واش غيبغي يستقبلني، هذا امتحان ليه. غادي نشوف. وباش ما كان غادي تسمعوا كل حاجه زوينه. انا دخلت للبلديه، هي طوموبيله الرئيس، هي هذه يونداي قديمه، بعدا ماشي تيغوان ولا شي طوموبيله فخمه، غتكون كتسوى واحد 15 ولا 16 مليون. لولوجيات في البلديه، غادي ندور هنا ونشوف واش غادي يستقبلني ولا لا. تقول لي راه غادي تطوجني هنا، نمشي ما كنتش نستنى ولا نمشي ولا شنو ندير؟ سيد الرئيس كنشكرك بزاف عاد بعدا اللي استقبلتيني. مرحبا سيد، الله يطول عمرك. وجيت على واحد القضيه، بغيت نسولك على البارح كانوا البيبان ديال البلديه مسدوده، واه علاش غيسدوا الباب البلديه في وجه المواطنين؟ لا ما مقبولاش كنظن. اولا سي رضا شكرا على الزياره. انا نقول لك واحد القضيه، راه كان جاي وكنقول راه غادي يرجعني وما غاديش يستقبلني. انا نقول لك واحد القضيه سي رضا، المكتب ديال رئيس جماعه إنزكان مفتوح للجميع. الله يطول عمرك. للجميع. الله يطول عمرك. في اطار الاحترام، في اطار هذا الشيء عادي. ولكن البارح ما سديناش على المواطنين، ما سديناش على المرتفقين. سدينا على اوكي راه شنا كلشي مسدود. لا ما سديناش، سدينا على هذوك الناس لا سيكيورتي، منعوا هذوك المحتجين اللي كانوا هنا يوم الجمعه في الكتابه الخاصه ديال الرئيس، ومنعوا الموظفين من العمل، منعنا منهم يدخلوا. قلنا لهم ودي بديو تحتجوا وتعتصموا وديروا اضراب ولا اللي بغيتوا ديروا خارج الاسوار ديال الجماعه. ما يمكنش ديروه لنا وسط الجماعه، والا الموظفين غيخرجوا حتى هما. كان شاطرك هذه. هذا هو فقط. اذا الابواب ديال الجماعه مغلقه في وجه هذيك الفئه اللي كيحتجوا، اللي جاو هذا هو، باش تكون الامور عندك واضحه. الله يطول عمرك. دونك واقيلا واضحه، الناس شتمها وما كيحتجوا. كاين اليوم راه يوم الجمعه راه كاينين عاوتاني. ولكن شنو هو المشكل ديالهم هاد الناس هادو؟ لا هادو بغاو المحلات ديال سوق الحريه. مزيان. عندنا واحد اتفاق، واحد البروتوكول داكور مع نائل الامتياز، على اساس انه تمكين الجماعه من 180 محل. حنا مازالين في مفاوضات مع هذا المستثمر، هذاك البروتوكول صدقا عليه في الدوره. المستثمر كيقول هذا التزام، ما وقعتوش شي كلام من هذا حنا كنقولوا 180 محل خصها تجي. هاد الناس اللي واقفين مازال ما سلمهمش لكم المستثمر. ما عندناش ما يسمى بالحيازه. حيازات المحلات ما عندناش. مزيان. عندنا وثيقه ديال البروتوكول، عندنا الارقام ديال هذوك المحلات اللي كان وضعها رانا اشاراتنا في المده، ولكن الحيازه الحقيقه ديال المحلات ما عندناش. ولكن هادو كنقول لهم ودي الا كنتو كتستحقوا شي حاجه، ماشي غير بوحدهم، كاع اللي كيستحق شي حاجه راه ما يمكنش يطلب، ولكن يكونوا بعدا عندنا المحلات. علاش نهضروا؟ ما عندناش بور لانستون. وبالتالي العلاقه ديالنا مع المستثمر راه في هذا الاتجاه، ديال انه بقات الالتزامات ديالنا درناهم واللي بقات راه غنديروها. الالتزام ديالو الباقي الاساسي هو تمكين الجماعه من هاد 180 محل. دونك لحد الان دابا ما عطاوكم، والا ما عطاكمش المحلات شنو غديروا مع الناس؟ واش غادي تمشيو القضاء؟ لا هو دابا هذاك بغض النظر عن شكون اللي غياخذ هذوك المحلات، واش هاد الناس اللي واقفين ولا بعض منهم ولا شي وحدين اخرين اللي ربما كيستحقوا، كيقولوا حتى هما كيستحقوا ولكن ما كيجيوش، لانه عارفين مازال المحلات ما مشدوداش، او اللي بقى غتصرفيه الجماعه هذا مازال ما وصلناه، لان
نحيزوا بعد المحلات يكونوا عندنا انا ذاك نتذكروا، علما ان هاد الناس درت معاهم اجتماعات والبارح كذلك قلت لهم اودي مرحبا بكم الحوار، انا باب ديالي مفتوح للحوار ولكن بشرط واحد جوج الناس ما يكونوش اللي كانوا كيصبوا الرئيس ويغوتوا على الرئيس في الكتابه الخاصه ماشي في برا، اسمحوا لي ديروا ثلاثه اخرين ومرحبا ومازال كنقولها الان. سيد الرئيس كنشكرك بزاف، بارك الله فيك. كنت عند السيد رئيس الجماعه ديال انزكان برلماني عن حزب العداله والتنميه، لما قالت ليه الكاتبه رضا الطوجني راه جاي يشوفك استقبلني من بعد واحد 5 دقائق على ما خرج واحد السيد من عنده، كان لقاء زوين بزاف. عاد طلبت منه باش نسجلو يعني بالفيديو على المشكل اللي جيت عليه ونشوف علاش الباب كان مسدود البارح، رفض. المهم احترم هذاك الرفض ديالو ولكن سجلت وكنتحمل جميع مسؤولياتي في هذا الشيء اللي دوزت قبيله، لان اللقاء كان بين شخصيه عموميه يعني منتخب ومواطن عادي، ما دويناش شي حاجه شخصيه ما بيننا وبينه غير الخير والاحسان والصالح العام. هذاك الشيء علاش كنتحمل مسؤوليتي، بغى يدعيني غير يدعيني حتى هو يكمل على الاخوان اللي معاه، ولكن اللي يمكن لي نقول لكم انسان محترم يحترم، لان طريقه التواصل ديالو زوينه، الطريقه باش كيجاوب بابه محلول. يعني ما انا جيت على غفله، ما طلبت ميعاد ما حتى حاجه، كنتمنى من رؤساء الجماعات كنتمنى من المنتخبون يكونوا ياخذوا القدوه من هذا السيد. هذه وحده. دابا حاجه وحده اخرى في التسيير وكل شيء في المدينه، عنده سمعه طيبه خلافا لبعض الناس اللي معاه في الحزب اللي كوارث ويرتكبون اخطاء جسيمه وحده تبع وحده. كنتمنى هذا المشكل ديال هاد التجار يلقى الحل في اقرب الاجل، وغادي نرجع لهذا الموضوع بالتدقيق. حاجه وحده اخرى، كاين اشكال ديال الاحتجاج حضاريه وسلميه وزوينه بزاف عاد، اللي كيمكن لك الا غير خممتو مزيان يمكن لك تحمق اي مسؤول كيما بغى يكون، كيمكن لك تحمق اي منتخب كيما بغى يكون، والرساله توصل وتوصل الاهداف ديالك. ولكن باش نعترضوا سياره ديال العامل ولا ديال الرئيس ديال المجلس البلدي ولا شي حاجه ولا هذا، طريقه ما زويناش هذه، ما نمشيوش ليه لهاد الامور ولا المؤسسه العموميه، نمشيو نعرقلو السير العام ديالها. ولكن كاين اساليب، خص واحد غير يخمم. كتعرفوا مدينه انزكان شي مشاريع كتوجد فيها رائعه بزاف، عاد المركبات التجاريه شي حوايج اللي ما عندناش في اكادير، غنوليو حنا دابا كنتسارى نمشيو لانزكان باش نتساراو داك واحد في المنطقه ديالنا. تبارك الله عليكم والله ييسر اموركم ان شاء الله.